Radio Plus, plus qu'une radio. لمن يجرؤ فقط مع بشرى الضو على راديو بلوس. لمن يجرؤ فقط ليس للجرأة حدود. استثناء تناقش هذه الحلقة الفيلم السينمائي الممنوع زل فيك. لا أقل ولا أكثر. أنا فقط كي جوني تجديدات وكي كيدو تليفون تجديدات تليفون تجديدات. لا إلا ما تخرش القرار بإعدام كان عدموك. إحنا غنديرو ليك انتي درسي تليفون كي مستازات البوت بوكال الواتساب عرفتي بمبخت وتليفوني في الدار. يعني هذاك الشيء كله ما كيهمنيش. يعني ما درت شي حاجه غلط ودرت كل شيء عن قناعه. وما يعني السيناريو كان عاجبني، الفكره كانت عاجباني، انا بالمخرج كبير درت فيه الثقه ودابا الان باقي ثقه فيه. كنحاول مع المحامي ديالي كنجيب واحد العلاقة خسارة بالنسبة للوزارة الداخلية. أنا منزيدش يمكن لي نبقى عايشة في إرهاب هكا وبقى تليفوناتي الوحدة وجوج تلي تليفون الدار كيفوني والتهديدات والضغط. وحنا كنقولوا حنا في بلاد الأمن والأمان وفي بلاد الحريات وفي بلاد الديمقراطية وفي بلاد بزاف الحاجات، توقع هاد القيامة كلها على فيلم. واو عباد الله شوفوا الفيلم عاد حكموا، عرفوني شنو قلنا وشنو درنا. وهذوك اللي بيقتلوني واللي بيقتلوا لي بنتي بلاد غيث ديالي تصوري معايا وخداو لادريس ديال داري ونمرتي التليفون وداروا ان كونت فيسبوك وكاتبين فيه لادريسة نتاع داري اللي بغي نمشي قتلها لادريسة ديالها ولادريسة ديالي مكتوبة كيف مكتوبة في لاكارت ناسيونال. كعادة حقد فينا احنا المغاربة، كعادة بغض فينا احنا نبطياتنا. نقول لك علاش دابا من قلتي هادي، انا كنحاول نضحك وكنحاول نبدل الموضوع. من اللي جيتي تشوفي راه بزاف، راه فعلا بزاف لبنى ياك ما بزاف. لا ماشي مشكل نبكي بزاف لانه انا شنو درت. انا درت مسرحيات قبل، درت افلام قبل، درت بزاف ديال الحوايج. انا مناضله كندير بزاف ديال الحوايج في هذه البلاد. النهار من نص انا وبغيت نهضر على واحد الشريحه اللي كنشوفها معذبه، كاينو دوك يطلبوا اعدامي، كاينو دوك يقولوا بحال واحد السيده مؤخرا. لا ولكن ابي طار كما مستمعينا الكرام، راه بزاف الناس ما كيعرفوهاش انها فاعله جمعويه كتناضل من اجل المراه المغربيه في الجمعيه. شنو سميت الجمعيه اللي كان بزاف ديال الجمعيات ونورمالو مع الفيدرالي الاتحاد النسوي ومع بزاف ديال هادو. عندي جمعيه ديالتي انا. شنو سميت الجمعيه ديالك؟ جمعيه سميتها يد وحده. ولكن باش يطلبوا في اعدامي حيت انا درت فيلم، راه ما عرفتش شكون اللي خصو الاعدام دابا في هذه القضيه. باش نبقى انا نكون خارجه في الزنقه، نكون مبصره بانني نخرج بالدكتور ونخرج بالناس حابيني، راه بزاف هذا الشيء. علاش شنو درت؟ درت فيلم، فيلم كيقول الحقيقه يعني، وفيلم ما شفتوش وحكمتوا عليه من شويه بالمقاطع مسربه واغلبيته ما كاينش في الفيلم. كاين بعض المقاطع خارجين ما كاينش في الفيلم. فيلم الناس اللي تفرجوا فيه وكاين اللي عجبهم وكاين اللي ما عجبوش الناس اللي تفرجوا فيه. ولكن الناس اللي تفرجوا فيه ماشي كاين ما عجبناش حيت فيه العرا ولا تخسر الهضره، حنا جيتي فيه راه فيه بزاف ديال الحوايج اخرى اللي ما تخسر الهضره، راه فيه معاناه كبيره. رانا تعجبت من اول مره غنشوفوا الفيلم، كنا مجموعين في كلاصه كلها هي كتبكي، ما كاينه حتى مره قالت تما ما كتبكيش.